أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة يا أخوي. الله يحييك. أشوف أبو محمد الكابتن حسين محمد. نعم. إيه والله. هذه طبعا مجلة الرياضي، خميس 1 أغسطس 1974. 1 أغسطس. نعم. 74 قبل بطولة الألعاب الأسيوية. نعم. خلص مخلصين كأس الخليج 74 الدورة الثالثة، وداشين على بطولة الألعاب الأسيوية في طهران. اللي صار فيها جولشي. نعم. هذه طبعا صورة جميلة للاعب، صورة جميلة للاعب المبتسم، اللاعب الأنيق، لاعب ستايل أوروبي صراحة. طبعا كابتن حسين محمد، الغلاف حسين محمد، لاعب نادي كاظم الفريق الأهلي، وصل الكويت قادما من سويسرا بعد زيارة لشقيقة، وقد باشر تمارين مع الفريق الأهلي، فريق الأهلي منتخب الكويت. و حسين يعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط، تمنياتنا له بالتوفيق. سنة 74 راد بسويسرا ما شاء الله. أبو محمد أبين لك إنه يعني مختلف، لاعب مختلف صراحة. نعم. سمونه لاعب بالشوكة والسكين على قولتهم. ما شاء الله. هني طبعا من العالم، أول شيء قبل لا ننتقل إلى من العالم، منتخب الكرة والآمال المعقودة عليه، والمقدم عبد العزيز المخلد مدير الكرة، يعني هذا طبعا، وكذلك هنا دورة الألعاب الأسيوية. نعم. يعني من العالم، إيدو على إيدو، صورة معبرة للاعب برازيلي إيدو الذي لم يتشرف بالاشتراك في بطولة كأس العالم الأخيرة، والصورة لإيدو يصفق لقطة ويبدو عليه علامات الضيق في وجهه وكأنه يقول ليتني مشترك. وهني كذلك المدرب العالمي كرار مدرب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي أعطى دراسات في فن كرة القدم وأصولها، هذه هم صورة له. وهني طبعا جارزينهو جناح البرازيل النفاث والهداف الخطير، صحيح، هم صورة حقه. هذه طبعا هذا عشان كأس العالم، البطولة اللي صارت الأخيرة وقتها كأس العالم العاشر. نعم. اللي تقيمت في ميونخ في ألمانيا الغربية سنة 1974، منتخب البرازيل حامل لقب يحصل على المركز الرابع وخروج مذل أمام هولندا. نعم. طبعا عندنا هني أبو فهد، نادي العربي يصدر بيانا يؤكد دعوة سمو ولي العهد ودعوة صفاء وإخاء وحب العمل. هذا طبعا صورة لي طبعا أمين السر أحمد سيد عبد الصمد، هذا أعتقد رئيس النادي عدل، رئيس النادي سلمان الحمود، شيخ سلمان الحمود ورحمة الله عليه، السيد أحمد عبد الصمد وقته كان أمين السر النادي العربي. نعم. ذكريات رياضي سابق، زين، عندنا أبو فهد عبد الله المضف يقدمها، إبراهيم شتلة رياضي سابق، يعني هذا الحقيقة فعلا لقاء جميل، أنا ودي يعني أقرأ هاللقاء على عجالة يعني واستخلص منه معلوم أهم المعلومات. أول شيء هاي صورة لفريق الشرقي والعروبة، عبد الله المضف الثالث من اليمين وقوفا عام 1950، فريق الصورة هذه الشرقي والعروبة، أثنتهم من فرق شرق، منطقة شرق، صحيح، النادي العربي الشرقي والعروبة. طبعا كل يعرف النادي العروبة طلع من دوانية العوضي سنة 1950، سمي بالنادي سمي بالعروبة من خلال ديوان العوضي في شرق. طبعا مع ذكريات رياضي سابق، ومع ابن فريد شرق طبعا ومنطقة شرق الذي نشأ يعني وسط أشقاء رياضيين، عبد الله سعود المضاف عمره 58 سنة يعمل بوزارة الأشغال، قدمت عائلته 7 أشقاء لاعبين للأندية، صحيح، أبرزهم عبد المحسن المضاف كان نادي في فريق الخليج، وسليمان المضاف، ومع مواجد ذكريات لأبناء منطقة شرق نسمع ونستمتع بحديث الرياضة طبعا مع عبد المضاف. شايف نطلع فاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، فاصل قصير إن شاء الله ونرجع نتابع لقاء مع عبد الله المضاف. فاصل وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا. احنا قلنا بالبارت الأول كنا نتكلم عن عبد الله المضاف. مع عبد الله المضاف طبعا
يقول يعني بدايته يعني يقول مارسة الرياضة مع أول فريق كرة قدم أنشئ بمنطقتنا شرق. شنو أول فريق؟ هذا شوف توثيق فريق الشرقي. فريق الشرقي أسس أبناء يعني أسس أبناء الفريق وهم الأخوة إبراهيم بروسي وأحمد بروسي وعبتشل العبتشل ويوسف الفهد وحمد عبد الرحمن وناصر النيدي ويعقوب الشرقي وكان بغازي. خلينا نرجع مرة ثانية. أول فريق أسس في شرق اللي هو فريق الشرقي. هذا حسب طبعا عبد الله المضاف يعتبر مصدر. أكيد مصدر الرواد. وهذا من مميزات البرنامج اللي لازم تطرق له وحرص البرنامج على التوثيق. أول فريق أسس في شرق اللي هو فريق الشرقي. من اللي أسسه ممكن تذكر الأسامي تعيدهم؟ نعم، إبراهيم بروسلي وأحمد بروسلي وعبتشل عبتشل يوسف الفهد وحمد عبد الرحمن وناصر النيدي ويعقوب الشرقي. كان من بين الإداريين سادة ناصر الغانم، عبد الله الغانم، ناصر محمد الغانم، وعيسى فهد الغانم، عبد الوهاب خليفة بروسلي. وتعاون معنا يوسف المضاف ومحمد المضاف وعبد العزيز وفهد سعود المضاف والمرحوم أحمد المضاف. جعلنا من ديوان أولاد سعود المضاف وهو والدي مقر للنادي الشرقي. وقررنا يعني اشتراكا شهريا قيمته 10 ربيات. وكنت كان هو طبعا عبد الله المضاف، عبد الله سعود المضاف، ابراهيم بروسي وعبتشل عبتشل وصالح عبد الله وحمد عبد الرحمن ندعم النادي بجميع احتياجاته الماديه. طبعا يقول هل تذكر اقوى فرق كره القدم في السابق؟ يقول اقوى فرق السابق فريق نادي العروبه، فريق النادي الاهلي، والفريق الشرقي ونادي التعاون. هذول كلهم في شرق. نعم الا نادي الاهلي. صحيح. من اخطر المهاجمين في السابق ذكر ان ابراهيم المواش لاعب هجوم نادي الاهلي نادي من الأهلي. اخطر مهاجمينه. وايضا علي ناصر ومحمد الدالوي العروبه. اي نعم. اقوى مباريات اشتركت فيها طبعا وشنو نتيجتها؟ يقول لعبنا مباراه ضد فريق العروبه وكانت مباراه مثيره وحساسه، وكانت النديه قويه والمنافسه شديده بين الفريق الشرقي والعروبه. ففي الشوط الاول سجل اللاعب عبتشل هدف في مرمى العروبة، والشوط الثاني سجل فريق العروبة في مرمانا 3 أهداف قاتلة. وكان فريقهم يضم أمهر لاعبي كرة القدم منهم محمد ناصر وأحمد أبو طاهة ومنير الدقاق وفؤاد الأشقر وموسى الصومالي والذي تعاقد وقتها معه النادي عندما كان ضمن فريق البحرين في زيارة الكويت الودية. الله. شوف شلون هذا التوثيق فعلا معلومات صحيح. رائعة. هذا طبعا إذا عندنا وقت نستكمل اللقاء. إيه كمل كمل. طبعا يقول شنو المركز اللي شغلت انت يا عبد الله المضاف؟ يقول كنت العب هجوم ايمن بفريق الشرقي ولعبت في مراكز الهجوم اكثر من غيرها. طبعا حادثه محزنه اتذكرها او طريفه من خلال المباريات، يقول كانت يقول احدى هجماتي يقول فصدمت بضربه قويه في طبعا هذا توثيق، والتوثيق يعني شيء جميل احنا نذكر مثل هالمعلومات القيمه. لكن وصلنا للتجوري بغازي. نعم طبعا هذا هني حط علي صوره علي ناصر. أوكي. وصوره محمد دالوي، هاي صوره عبد الله المضاف فوق. تجوري ابو فهد عندي هالصوره هذه الجميله اللي هي طبعا فيصل دخيل وعبد الله معيوف بعد الفوز على نيوزيلندا عام 1984 في سنغافوره. هني فوز على نيوزيلندا بهدفين، هدف عبد الله بلوشي الكهرباء يسميه خالد الحربان، وهدف لناصر الغانم هدف جميل جدا. هني عناق بين كابتن المنتخب عبد الله معيوف وزميله الكابتن فيصل الدخيل مع الصوره الجميله. اعزائي المشاهدين للكابتن فيصل الدخيل عبد الله معيوف. نصل لنهايه حلقتنا، تقبلوا تحياتي تحيات اخوكم فهد عبد الجليل. الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه. مع السلامه.